السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا متابعينا الكرام، متابعي جديد أحوال الطقس على المناطق الجزائرية. إذن إليكم هذه النشرة الجوية الخاصة لأحوال الطقس على المناطق الجزائرية اليوم الأربعاء 31 من شهر جويلية. إذن نتوقع سحب كثيفة وبداية لتأثيرات لمنخفض بحول الله تعالى على المناطق الغربية الوسطى والشرقية في الفترة الصباحية، قد تعطي بعض الزخات المطرية خاصة على المناطق الوسطى. ايضا مناطق شمال الصحراء والواحات ستكون الاجواء صافيه الى قليله الغيوم، بالاضافه الى المناطق الجنوبيه الشرقيه والجنوبيه الغربيه ناحيه تندوف، بالاضافه الى بعض السحب على المناطق الصحراء الوسطى ومناطق من ولايه مراسة. تشهد سحب كثيفه مع بعض الزخات المطريه خلال الفتره المسائيه بحول الله تعالى. نتوقع سحب كثيفه قد تزداد اكثر على المناطق الغربية، قد تعطي بعض الزخات المطرية على ولايات تلمسان، سيدي بلعباس، ولاية الصعيدة، أيضا بعض الأمطار الخفيفة على ولاية تيارت، بالإضافة إلى منطقة عين والسارة ومناطق من ولاية المدية، أيضا بعض الزخات المطرية على ولايات بجاية، بالإضافة إلى ولاية جيجل، ولاية أيضا عنابة، ولاية أيضا قسنطينة، ولاية الطارف، وولاية أيضا قالمة وسوق راس. أيضا أمطار ستكون قوية نسبيا على الأوراس، ولاية باتنا، بالإضافة إلى خنجلة، بسة، وأم البواقي، أيضا منطقة عين البيضاء، عين مليلة، وميلة، وأيضا شلغوم العيد. كل هذه المناطق قد تشهد بعض الأمطار بحول الله تعالى التي قد تكون قوية نسبيا. أيضا خلال الفترة المسائية ولايات النعامة ناحية المشرية قد تشهد بعض الزخات المطرية، بالإضافة إلى مناطق من ولاية الأغواط. باقي المناطق الصحراوية أجواء غائمة وسحب كثيفة، أيضا قد تعطي بعض الزخات المطرية على مناطق ولاية أدرار، بالإضافة إلى مناطق من ولاية تمرس. نمر معكم إلى درجات الحرارة اليوم الأربعاء 31 من شهر جويلية، ستكون مرتفعة كثيرا وقد تزداد هذه درجات الحرارة، قد تصل إلى 47 إلى 48 درجة على ولايات أدرار، ولاية غردايا، بالإضافة إلى ورقلة، ولاية وادي سوف 44 درجة، مع ولاية بسكرة إلى 45 درجة. المناطق الشرقية ما بين 36 إلى 38 درجة خاصة على قسنطينة، قلمة، سقهراس، ولاية تبسة. أيضا درجات حرارة عالية على ولاية المدية، البليدة، وولاية البويرة، أيضا برج بوريج، ولاية سطيف، قد تصل إلى 37 إلى 38 درجة. أيضا ولاية الشلف وعين دفلة، بالإضافة إلى معسكر غليزان، قد تشهد أيضا درجات حرارة عالية قد تصل إلى 38 إلى 39 درجة، وتصل أيضا 40 درجة في الأيام القليلة القادمة، 29 إلى 30 درجة على كل الشريط الساحلي من الغرب إلى الوسط، وما بين 30 إلى 35 درجة على الشريط الساحلي من الوسط إلى الشرق. نمر معكم إلى الرياح بحول الله تعالى، ستكون في الموعد على المناطق الداخلية الوسطى، بالإضافة إلى المناطق الجنوبية الغربية ناحية النعامة، الأغواط، البيض، ولاية الجلفة، ما يؤدي إلى تطاير لبعض الرمال، ورياح تقريبا ضعيفة نسبيا على إليزي وولاية مراس، بالإضافة إلى ولاية أدرار. أيضا السواحل ستكون بها بعض الرياح بحول الله تعالى، ما تؤدي إلى بعض الأمواج العالية وبحر مضطرب على المناطق الغربية والوسطى والراية الحمراء، السباحة ممنوعة ولكل الصيادين. أيضا على المناطق الشرقية سيكون بحر هادئ وجميل والراية الخضراء بحول الله تعالى. إذن كانت هذه نشرة جوية خاصة اليوم الأربعاء 31 من شهر جويلية، سنوفيكم بكل ما هو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.